عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم طلعنا من مدينة كوانزو إلى مدينة فوشان، مدينة مجاورة لها وتطلع بالمترو، ونزلنا بالمحطة مباشرة على مول نوفا. المحلات بالمنطقة هذه ديكورهم مختلف نوعا ما، وهذا اللي فوق تلقونهم بالاحتفالات الصينية يلبسونه على أساس أنه التنين يمشي. هذا المحل يبيع شاهي بالجبن، شوي يخلطونه شاهي مع جبن يحطون معه نكهة ويكون بارد ما يكون حار. هذه شركة شاومي من أشهر شركات التكنولوجيا في الصين، تيجي بعد هواوي، افتحت رسمي بالسعودية وأسعارهم مقارب للفرع اللي بالسعودية. في فوشان هذا الحي اسمه تسومياو، في مبنى قديم للكونفو كان مبني على هذا الطراز، فبنوا الحي كامل على نفس الشكل، فالحي صاير كأنه حي قديم، ولكن في هذه المحلات التجارية الحديثة إضافة إلى مبنى الكونفو القديم ومعبد أيضا. أحد أساليب الدفاع عن النفس الصينية تسمى بالكونفو، وكان هنا واحد من مدربي الكونفو القدامى بنى هذا المكان كمركز تدريب وكان يدربهم في هذه الساحة. المدينة فيها عدة مراكز الكونفو مشهورة في هذا بالصين، وتلاحظون اسمه مشتق من هذا الموضوع، فو شان. فو هذا إله كما يعتقدون إله هذه اللعبة، وشان هو جبل، جبل الكونفو. والآن هي مشهورة أيضا، ولكن مشهورة في التجارة مثل السيراميك والأثاث وغيره. هنا خاو خاو شين خو، يعني الحياة أجمل. نعم، لحياة أجمل. من الظواهر المنتشرة في الصين مثل ظاهرة أقفال الحب، هذا الاعتقادات طبعا، يحجبون شريط ويربطون فيها هذا الخشبة ويكتبون فيها عبارات حب، يكتبون فيها التاريخ. المنطقة كلها تصميمها جميل، شوف هذا الباب مثلا. وبشكل عام المدينة مشهورة بتجارة الأثاث ومواد التشطيب، فلازم يبدعون. في فوشان هذه البحيرة وتسمى بحيرة الألف إنارة، تبدأ من عند البرج هذاك وهو برج المراقبة، وحولها ممشى طويل. اللي معي رابح الشمبري له 10 سنوات مقيم هنا في الصين، الفقرة الجاية كلها سلالة، بناخذ بعض المعلومات. رابح الشمبري يا هلا بك. يا هلا والله، ارحب يا ابو. اول سبب جابك للصين؟ الدراسة. طال عمرك انا جيت هنا دراسة وتحولت من مرحلة الى مرحلة، عشقت التجارة بعد ما مارست مع بعض التجار، يعني ساعدتهم في مرحلة الترجمة وكذا، ثم عاد يوم صارت عندي هواية للتجارة بعد التخرج بديت بالتجارة ممارسة لي أنا شخصيا. فتحت لك مكتب هنا؟ الله الله، فتحنا مكتب واستقرينا بهالديار. ودلها سكنت في 5 مناطق بالصين. الله الله، أكيد عندك انطباع عن البلد وعن الشعب بشكل عام. الله الله، الشعب بشكل عام هم ودودين واجتماعيين نوعا ما، يعني سهولة الدخول معهم، ولكن في سلبيات. هم شعب مثلهم مثل أي شعب آخر، فيه سلبيات وفيه إيجابيات، يعني ما هم أبي من السلبيات، يعني ممكن أنه هو يرى بعض الأشياء مثل البساط على الأرض أو يصدرون مثلا أصوات أثناء الأكل، هم عندهم طبيعي يعني عادي جدا. لكن هذه السلبيات هي يفعلونها ليس لعدم احترامك أنت كشخص، هم يحترمونك كشخص، ولكن هي عادة عندهم، يعتقدون أنهم بينهم عادية جدا. ف أصلاً حتى الصين نفسه شمالهم يختلف عن جنوبهم، هذه العادات يعني فيها تقل في منطقة وتكثر في منطقة أخرى. عاملهم على جانب مثلك مثلاً؟ طبعاً هي في المناطق الرئيسية مثل بكين، شنغهاي، كوانزو، قد تلقى فيه جفاف بينك وبينهم، ليش؟ لأنه متعودين على الأجانب. أما بالمناطق الثانية أو المدن الصغيرة ليست كبيرة، فهم يعشقون الأجانب ويحترمونهم، بالعكس تلقى عشرات الأشخاص اللي يوقفونك بس عشان صورهم معك. نعم. وبالنسبة تعاملهم مع المسلمين؟
جيد لا بأس، هم ما يفرقون إنك مسلم أو غير مسلم يعني. كشعب يعني كشعب يعني ما بغض النظر عن الحكومة يعني. المنقبة تجي هنا ما تضايق؟ ما في أي مضايقة لها، بالعكس يرحبون بها ويعني تمشي بكل يسر وسهولة في المنطقة. الدولة آمنة؟ نعم جدا آمنة، إلا عاد في مناطق النائية، في كل دولة وفي كل شعب يحذرون من المناطق النائية في المكان. الدولة سياحية؟ جدا، من الطراز الأول والنوع الأول السياحي. لكن أنا سمعت أن الشمال ما هو بسياحي مثل الجنوب. نعم السياحة تكون في الوسط والجنوب أكثر مناطق سياحية، أكثر مناظر جمال وطبيعة، وأيضا برامج سياحية. برامج سياحية كثيرة جدا لا تحصى. الدولة غالية ولا رخيصة مقارنة مع المملكة؟ مع المملكة لا، مثل المملكة أو أرخص، المناطق الثانية أرخص من المملكة. ولكن شفت في بكين وشنغهاي وغوانزو بعض المناطق أغلى. طبعا هذول المناطق الرئيسية زي ما قلنا من شوي أنها هي تكون يعني فيها الوضع يعني مختلف، فالغلاء يكون فيها عالي. طيب تفرق بينهم؟ الله الله نفرق بينهم. تعرف ان هذا من الشمال ولا هذا من الجنوب؟ الله الله نفرقهم، الشمال يعني الجنوب. طيب لو في صيني بيعشق له صينيه، اول شيء نظامهم غربي بالحب هذا؟ لا 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 ما هم نظام غربي ولا هم نظامهم شرقي. يعني ما تسكن معه الا بعد الزواج؟ مستحيل انها تسكن معه بيت واحد وهم ما تزوج. وشلون يميزه وشلون او ما هي معايير الجمال عند الصينيين؟ معايير الجمال العين الوسيع. هذول مثلنا اي. والطول والرجل الصغير. جلسة عربية والطبخ طال عمرك تقول بالديرة، هذا مطعم حضرموت بيضة على الأمور التجارية. الله محليك. كم مكتب سعودي في كوانزو؟ تقريبا 20 يزيدون ينقصون شوي. وش دوركم؟ دورنا طول العمر اللي هو تخليص أو تصدير وتخليص الضغائن. وش يشمل يعني هالكلام ذا؟ طبعا هذا كلام يندرج تحت عدة خدمات من ضمنها الاستقبال، اختيار الفندق للعميل، ايضا الترجمه مده 7 ايام، مرافقه المترجم معه، رسم خطه كامله للمصانع والاسواق للعميل. جميل. هذه الخدمات مقابل عموله؟ نعم نعم مقابل عموله، والعموله تختلف من مكتب لاخر على حسب الخدمات المقدمه، من 5% ابتداء ب 5% انتهاء ب 10%، والحد الادنى منها 20,000 دولار، مشتريات 20,000 دولار فاقل تؤخذ حقه ال 20,000. يعني عموله مقطوعه؟ نعم نعم. صار انا تاجر وصلت استقبلتون ترجمتوا لي مريت عده مصانع اتفقت مع مصنع جاء وقت الدفع ادفع لمن؟ تدفع لنا احنا كمكتب خدمات. انت بتصير وكيل لي بعدين؟ اي نعم، لان احنا نصير وكلاك بالمتابعه بالتشييك ايضا بالتحميل واختيار افضل الشركات في الشحن عشان ما يصير عندك مشاكل، ونقفل حنا الحاوية بعد تصوير الفيديو وإرساله لك. يعني بعد ما وافق عليه بالفيديو؟ اي نعم، نقفل لك الشركات في الشحن عشان ما يصير عندك مشاكل، ونقفل حنا الحاوية بعد تصوير الفيديو وإرساله لك. يعني بعد ما وافق عليه بالفيديو؟ اي نعم، نقفل لك الشركات حاوية كاملة ونصور لك فيديو طريقة تحميلنا، ثم القفل هذا نصور لك رقم القفل اللي يجيك على رقم البوليس عشان أتأكد أنه هو نفسه، عشان المطابقة، عشان ما تختلف البضاعة الداخلية. لنفرض أن وصلت البضاعة فيها كسر مثلا؟ طبعا هي تنتهي مهمة المكتب عند تحميل البضاعة، تكون البضاعة سليمة عند التحميل وتقفل الحاوية، هذا انتهى دور المكتب. الشخص المعني بعد المكتب هو شركة الشحن أو الشركة الناقلة، يعني هو المسؤول عن هم المسؤولين. طيب أنا ما أعرفهم. طيب حنا نفسه، حنا أصلا مشاكل تجينا كثيرة بهالمرحلة هذه، حنا نقدم خدمة للعميل، ما بعد ذلك لو حصل مثل هذا الشيء وهو قليل طبعا نسبة قليلة، حنا نعين لك محامي على حسابك؟ لا على حساب العميل طبعا، نعين له محامي وإذا كسب القضية ترجع له فلوس المحامي وترجع له الخسارة. لكنه ما بدور المكتب يعني؟ بس ما هو دور المكتب. هذه من المشاكل تواجهون أيضا صح؟ هذه من المشاكل الكثيرة اللي نواجه، انه يحطون اللوم علينا وهو الناقل هو المسؤول عنه. طيب ومن مشاكل ثانيه تواجهونها غيره؟ تاخر الدفع من التاجر؟ اي نعم العميل بيضه. يا هلا بك يا هلا بك. اسنابك وش تقدم؟ نقدم معلومات سياحيه، معلومات تجاريه، معلومات عن التدريب، تدريب ال والقصيد ما تحطون القصيد؟ والله نحط قصيد. الله الله. طيب بنحط السناب الكود ممكن ترفع الشاشة تضيف مباشرة.
بتجاوب على الاستفسارات؟ الله الله نجاوب على الاستفسارات. يعني واحد وده يصير تاجر تعطيه العلوم؟ ما يحتاج أبد، يسأل اللي يبي هو بس ويحتاجه ويمشي بسعد. برقم التواصل بعطيكم رقمين، رقم فهد الخالدي ورابح الشمري، وهم شركة في مكتب واحد، ورجاء خاص أن التواصل عن طريق الرقم للعمل فقط، يعني ما يكون عشان الاستفسارات. شكرا لكم.